أدعوكم لقراءة الفاتحة وخوض دقيقة كبيرة على روح المصور الشاب محمد مجدي، مصور الشبكة عضو اللجنة الإعلامية الذي لقي وجه ربه حادث أليم. مرحوم الشاب محمد مجدي عضو اللجنة الإعلامية ومؤسس موقع الشبكة على اليوتيوب، كان شاب مجتهد وكان شاب محترم وكثير منكم يعرفوه، وفي هذا المكان في شهر أكتوبر الماضي كان بيمارس عمل، وفي أحد الأيام في شهر مارس كان يوم ممطر وكان هو في مصدر رأسه في أسيوط، فحصل حادث تصادم دخل المستشفى وكنت بتابع معاه يعني لحد قبل وفاته بيومين، كان تحسن ولكن لقي وجه ربه. هكذا دائما الخيرين يعني يتركونا، لكن شبكه اعلام الورع العربيه ستخلد اسمي وستجعل هناك جائزه سنويه تصدر باسم جائزه المرحوم محمد مجدي عليه رحمه الله. سعيد جميعا. والان مع كلمه للاعلاميه الليبيه الاستاذه جهاد النهادي مديره البرامج في قناه ليبيا الوطنيه ومستشاره في اللجنه الاعلاميه في الشبكه وممثله ليبيا الحبيبه التي قد طمرت لكنها ابدا لن تموت، وليبيا ومصر شعب واحد ودوله واحده منذ الاف السنين. احيا مصر وسهلا بكم. على مقرمنا نعمل بيه التواصل والمشاكل
يقوم بإذن مسؤولة المحتل وقود جهاز المحتل أمام هذه الشخص الجرس أصبح أصحاب المعالي والمقامات العظيمة وأتيح لي الفرصة أن أكون ضمن معظم كيانات الوطن العربي وشخص الإعلام العربية التي تضم شخصيات عظيمة وحضارة في كافة المجالات الفردية والمهنية كما تقدم قاضي الشكر والاعتذار والاحترام لحضراتكم يمتنع أن أكون عن حسن حسن دعم حضراتكم وتقدم الشكر والتقدير للمعالي والدكتور سيد الفيل لتشريفه لنا اليوم مش عايز اقول رؤساء تانيين بيتكلموا كمامه تحت كده.
طالما ان هو بعيد اتبعه في الامتحان. زيهم 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 وقتهم كويسين بصر. طبعا من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. انا عندي 75 سنه، مين عنده 75 سنه؟ خمسه او دعاء عندها 75 ومعتز برضه 75 كله 75. انا اكبر واحد في مصر بعد سميحه قديم. طبعا بشكركم جدا. انا عايش وحيد وزوجتي رحمه الله عليها توفت من سنتين في رمضان اللي فات ده تقريبا، ومش عارف اعيش كلنا. عدت عليا اوقات صعبه جدا وما زالت. الاول طبعا كنت اصعب الاول مره في حياتي. انا طبعا يعني خبير تنميه بشريه بجد وبجد، لان الدكتور ابراهيم الفيل انا عايشه معاه 8 9 سنين. اخويا الصغير ابني انا حي روح الدكتور ابراهيم. ابني وحبيبي وانا كنت ولي امر في يوم من الايام. وانا بقول ان اولياء امور الشعوب مش الزعماء العلماء. انت قلتها في كذا مكان، قلتها في التلفزيونات، قلتها في اماكن سياديه. مش الزعماء العلماء، هم اولياء امور الشعوب. فابراهيم الفقي من اولياء امور الشعوب، الشعب المصري والشعب العربي، ما فيهاش كلام. والعلماء كذلك. ولا ازكيكم على الله، يعني معظمكم من العلماء او في طريق. اللي حصل حاجه غريبه، سمعها والله الدكتور معتز ابني وصديقي وحبيبي، جابني في جروب وانا مش متابع جروب. انا بدور انا عايز ابوظ بس مش لاقي حد يوجهني. رايي عند الايمان. تحية طيبة الأول لكل السادة الحضور، ويعني بنحمد الله إن إحنا ضربنا تاني علشان نتقابل وعلشان نشوف بعض. يا رب دايما نتجمع على كل خير، ربنا يرفع عنا الوباء والبلاء. بنصح الجميع إن هو يفضل محافظ على كل الإجراءات الخاصة بإجراءات السلامة لينا وأهلنا ولذوينا. يعني لازم ننصح بعضنا. سبحان الله في الكتاب الكريم العصر، إن الإنسان الذي تصل للذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مع الصوت كده كنت بتكلم بقى كنت معتز، فقال لي ها وطني ولا عاطفي؟ فانا مش عارف بقى، بس احنا هنروح عاطفي بقى. تمام. وتحيا مصر، وتحيه كبيره جدا لمصر العربيه. عندي كل بقول مش موجود عندنا. عندي كل مدى ده مش موجود عندنا. شربت كؤوس الحب سكرت سكرة يملأها الحنين. طبعا بنرحب بالاستاذ عصام غنيم امين عام كليه التربيه جامعه المنصوره، وهو اول مصري ينضم للامانه العامه للشبكه. ده منصب كويس جدا، بشكره جدا ومنهنيه. نطلب منه كلمه. اتفضل استاذ عصام. السادة الحضور، أقدر بخمس الشكر لحضرتك الدكتور على الصحة الغالية اللي بيتنا حاليا أخي وصاحبي العزيز الدكتور معتز صلاح الدين. جدا من عمري يعني وبنود الغربات كتير كده، بس صراحة الدكتور معتز ده من البرامج التانية بسنين وبنات ولقيت حاجات جميلة جدا للإسلام في الحضور وإصالة بعض الثغرات الموجودة للمرأة. طبعا المرأة المهمة كل الرجال المصريين شيء عجيب جدا. كمان التناول اللغة العربية وإقليمية موجودة، وده يمكن ياخد نظر كتير جدا جدا في الظروف لتناول كثير من القضايا الموجودة. ويمكن في خلال أزمة كورونا كان الظروف سهلة، والظروف عملوا نط 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 شبكة إعلام المرأة العربية وضعت كثير من القضايا الهامه داخل الجروب. اتمنى ان انا اكون في استضافه في الفتره اللي جايه على الدكتور معتز صلاح الدين، واكون ان شاء الله افتخار بفضل شكر لكلام الدكتور معتز الغنيه وللشبكه وخدمه الشبكه طبعا كلهم. احنا كنا في كاس العالم كان الاستاذه ساميه، والاستاذه ساميه تيجي مكانه. تعالى مكانه.
نهاية المحتاجة عبيد حسين من خريج التنمية البشرية عبيد حسين إسماعيل شرف ليها. يلا تعالى يا مخطوطة شوية بس مساء الخير. أولا تحياتي لحضور جميعا، سعيدة جدا من وجودي وسط قامات علمية كبيرة جدا زي حضراتكم. طبعا بشكركم كلكم وبشكر الدكتور معتز وبحييه، لأن العلم بحر كبير جدا، وهو ما شاء الله عليه بيغيب الغوص في الأعماق وينتقل لآلئ والجواهر. سعيدة جدا بوجودي معاكم أهل العلم، وطبعا بوجه كل التحية والتقدير لأستاذي الدكتور سيد الفريد، واسمحوا لي أهل العلم كلهم أقول لهم ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاؤه، وقدر كل امرئ ما كان يتقنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه، فخذ بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. كلمة بقى أستاذة أميرة، وأنت صحفية مطوعة يعني. قرب المايك بس يا فندم. السيد الكريم صاحب المقام العربية الدكتور سيد الكريم استاذ داود سيد الكرام معتز اعضاء شبكة الاعلام المرأة العربية، بكل الكريم والكثير احييكم واقدم التهنئة لنا جميعا اجتماع شبكتنا على الرياض الطويل لم يؤثر على مسيرة وأهداف الشبكة، ولم يسني قيادتنا القوية والشوكة للمنتجات عن البذل والأرباح، وتقدير كل ما من شأنه دفع عائلتنا وتقدير إلى اليوم. نسمع يا جماعة أستاذة نور، أنت كانت شايفة؟ نسمع. تفضل. أحيي هذه الفرصة وأحيي كل السموة والسموات في الشبكة أصحاب المعاناة السامية والذين أحضرهم في روحي. تمكنوا من تجاوزهم في الحجم والعزم، وجندوا فكرهم وافكارهم لمن عرفت الازمه التي مرت بها المراه العربيه في الوطن العربي، وذلك من خلال الاعمال العظيمه التي قدمتها الشبكه عبر وسائل الاعلام وكافه منصات ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. فجاء الرئيس رسائلهم هذه وصادقة وفاعلة تجاه الجهة العربية. أحبتي ماذا لا تفرق مع الطبيب والخالق والخلاقة والمرأة العربية في كافة الأشياء وطننا تنتظر من الإعلام الكثير. هي في مبادرة هذا الإنسان يحسن لنا الشادي نبيل الشاب الشادي نبيل الاعلامي الشاب مستقر من اللجنه الاعلاميه معانا بقاله 3 سنوات يعني، ونموذج مشارك جدا. استاذه سامية العيسى عضو الهيئه العليا، وهي انتخب الدورتين بالانتخاب وهي حتى شعب المقر وهي مسؤوله في وزاره التربيه والتعليم. الأستاذة نور الدكتور عضو اللجنة الثقافية هي دايما بتحب تعمل مشاريع بس طيبة يعني.
تونسية في الجنسية المصرية في الهواء. كلنا أخوة وأهلا في مصر على السواق العميد العظيم أستاذ أراب المايك يا فندم ياسر أراب المايك عشان الصوت كده مختلف وأريد أن أشكر دكتور مجد صلاح الدين على هذه المجال الأولى بعد الكورونا طبعا أنا أشكر الأخوة الأخوات اللي كانت رائعة على مصر والشكر الأستاذة دولة التي نقلت المحنة إلى محنة محنة كورونا إلى منحة إزاي؟ لما رجعت الأولاد لما الأب رجع الأولاد ووجد وقتا كافيا ليعرف مشاكل ورجع الأولاد إلى وجودهم بدل الشارع وبدل الأصدقاء وبدل اللعب في الشوارع رجعوا من المدير فكانت هذه هي المنحة التي منحتها الكورونا. كلنا نتكلم في شغلنا طبعا أنا شغلي مختلف عن الشبكة الاقتصاد الزراعي والاقتصاد والتنمية الزراعية والتنمية المستدامة في الزراعة والتنمية المستدامة في الاقتصاد والصحة والتعليم. النهاردة هتكلم عن التنمية المستدامة المرأة والتنمية المستدامة دور المرأة في التنمية المستدامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب طبعا بسيادة المستشار منشور معتز صلاح الدين وحضورة طبعا كل ضمن أعضاء شبكة إعلام المرأة العربية. برحب بجميع الحضور وبرحب بالإقامة الكبيرة الدكتور وعميدنا الغالي الدكتور سيد الكي. المدرسه والاعلام التعاون في التعليم عن بعد في ظل جائحة وباء كورونا. نجحت منظومه التعليم عن بعد بمصر في اداره الازمه الطارئه والمترتبه على تفشي وباء كورونا على الرغم من توقف المدارس والجامعات في دول العالم. يعود هذا الى الرؤيه الاستباقيه لوزاره التربيه والتعليم عندما تم تفعيل بنظام التعليم الالكتروني عن طريق التابلت في العام الماضي للصف الاول الثانوي وتم عمل البنيه التحتيه داخل المدارس والجامعات مما جعل التعليم عن بعد بديلا في مواجهه هذه الظروف الصحيه الطارئه. وقد نجحت الدوله في تطبيق استراتيجية التعليم عن بعد وأثبتت الممارسات التي تمت في الميدان التربوي في التعليم عن بعد أنه سوف يكون له دور كبير في العملية التعليمية القادمة وما بعد كورونا. وأثناء الممارسات التي تمت في الميدان التربوي أثبتت أنها سوف يكون لها دورا كبير في العملية التعليمية القادمة وما بعد كورونا وبفضل السياسات التعليمية التي تم تطبيقها عن التعليم عن بعد عن طريق التعليم الإلكتروني من خلال عمل المنصات التعليمية في المدارس والجامعات. وتم عمل الأبحاث ورفعها على هذه المنصات وكأن كورونا جاءت لتطبيق وتثبت بالتجربة والبرهان على أهمية التعليم بالطرق الحديثة. ومن الضروري أن يتم إعداد المعلمين وتدريبهم على هذه التجمعات والندوات. ممكن في مايك
صوت كده واضح ولا لا؟ طلع في الفيديو مايك يا ريت مايك سيت مايك طبعا ندوات شبكه الاعلام العمارة العربية انا بنتهز الفرصه احب جرها حريص جدا ان صوتي الدكتور الممتاز شرفني موجود ان فعلا انا بلتقي مقامات كبيره جدا الناس في مجالها كله ناس محترمه وقيمه وقامه كبيره تبقى فعلا ندوات ثريه جميله مفيده مخرج منها ايجابيات كبيره جدا. ونحن في زمن الكورونا ماذا بعد الكورونا؟ حيوها تشرفت بالزور معاها يعني في الزور المصري طبعا مشوار عظيم بس عشان لابسه الكمامه يعني لا واجه معروف جدا سابوني كان وانت كده عشان نعرفك كلمه للدكتوره هبه العنتر تمام بسم الله الرحمن الرحيم طبعا كل التحيه لكل الدكتور الزغلول دول يعني دول قناه الحقيقه انا سمعت كده بعض الكلمات اللي موجوده منتهى الثقافه والوعي والتحضر الحقيقه وجهات النظر اللي اتقالت في شويه لما اعدام دي وجهات نظر عالميه على فكره عايزين نقول انه يعني ما تحدث يعني السيده اللي تحدثت على نظام التعليم الاونلاين يمكن انا كان عندي حلقه لسه اول امبارح وكنت بتكلم فيها عن النظام اللي اضطرينا ليه كاحد الدول المصابه بالوباء العالمي كورونا وبالتالي احنا اضطرينا ان احنا يعني نستعمل النظام الاونلاين في التعليم وخدت راي مجموعه من الشباب خاصه مع طرحات وزاره التربيه والتعليم انه قد يكون السنه الجديده نقسم ما بين النظام الاونلاين ايضا والنظام التقليدي وشفت رايهم ايه علشان ارد معاه السيد الحقيقه انا لقيت انه الطلبة معجبين جدا 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 بالنظام الاونلاين مش مستحيل ابدا بالعكس كان في قيمه مضافه ليهم في التعليم استفادوا جدا جدا من النظام اتعلموا البحث والريسيرشز والحصول على معلومات ما كانوش يعرفوا يعملوها قبل كده اتعلموا منهجيه تفكير ومنهجيه تعليم وده كان بالنسبه لهم حاجه جديده جدا كنا لسه بنتعلمها في المراحل المتقدمه من الجامعه او بره دراستنا بعد الجامعه دلوقتي احنا اولادنا بنتعلموا الكلام ده في مرحله اعدادي وثانوي وده بالنسبه لهم شيء قيمه مضافه جدا للتعليم مش وحش ابدا يمكن هنا من خلال القامات الكبيره اللي موجوده احنا بنوجه راينا لمعالي وزير التربيه والتعليم الدكتور طارق شوقي ان احنا موافقين على نظام الماسك للسنه الجديده مع يومين من الحضور علشان التفاعل مع المدرسين او الدكاتره او البراكتيكال علشان يثبت في دماغهم المعلومه لكن ايضا ناخد يعني نمسك العصايه من النص زي ما بيقولوا نستفيد بالحسنى يعني كده نمره اثنين انا عجبني جدا كلمه سياده المستشار وهو بيتكلم عن انها وطبعا الدكتور انها يعني واضح تماما لكل ذي عقل انها مؤامره عالميه لاثاره الخوف والهلع في قلب الجميع. لا كف ولا نمره اللي مكتوب له حاجه هيشوفها اللي مكتوب له موت هيموت واللي مكتوب له اصابه هيصاب واللي مكتوب له شفر هيخف وهيبقى كويس على فكره. الموضوع كله نظام او يعني تحرك ومؤامرات اقتصاديه من المصدر الاول بدليل الكساد الاقتصادي اللي العالم كله داخل عليه دلوقتي واللي مصر جزء منه لو ناخد بالنا من الكساد الاقتصادي اللي جالنا في مصر واللي احنا بدانا ندخل فيه هنفهم المنظومه كلها. علشان كده احنا لا نخاف ولا نقلق لكن برضه نلتزم احتياطاتنا ده وده برضه حوالينا ناخد المعقمات السانيتايزر بتاعتنا وهكذا لكن في النهايه احنا يقينا لن يصيبنا الا ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيدة جدا بتواجدي معاكم النهارده بس بكون معجبة صلاح الدين وفتح لنا الفرصة للتجمع ده وبداية جديدة بعد حظر طويل في بطن الكورونا. وأنا كنت ناوي تليفوني يا أستاذة رشا عشان تسجيل بس يا فندم. إيه؟ عشان تسجيل بس. سعيدة أيامنا
في بدايات في فترة بعد حرب كورونا بنبدا مع بعض بنتجمع في لقاء يعني احنا فترة طويلة جدا ان احنا نجتمع ونتقابل في وقت الواحد كلنا ونتعرف على بعض. بس اسمحوا لي بنظرة لان احنا استاذة دعية اثار الفكر تعلم تعلم جديد او تعليم جديد واستاذة هبة اعقبت على كلامها يعني اسمحوا لي يعني خبرة صغيرة في المجال بلقيني مدربة نظام التعليم الجديد ومعتمد أمام الوزارة بالتدريب عليه وتدريب المعلمين عليه. فأنا عايزة أقول حاجة يعني أنا عاوزة أقول حاجة بدايات كلام الأستاذة هبة قريب جدا جدا من الصورة. إحنا محتاجين نظام جديد للتعليم التعلم عن بعد اللي اتوجد نتيجة لجائحة كورونا ما كانتش مفاجأة يعني الواقع بيقول مش إن إحنا كان عندنا مفيش خالص مفاجأة وكورونا هي اللي جابت الفكرة إن إحنا مضطرين لده. كنت عايز أقول لكم إحنا طول الصيف بقينا العمية في أكتوبر بنتدرب علشان ندرب المعلمين على نظام التعليم الجديد. هي نوعية مسردة وقيادة تعليمية في وزارة التربية والتعليم. كلمة مختصرة. مايك فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. السادة الأعضاء تحية طيبة وبعد. أشرف بحضوري معكم ومشرفكم هنا شبكة الإعلام العربية واليوم المستشار مركز الواحد الأخير. شرفت الآن في الجلسة الجميلة اللي احنا قاعدينها دي وفي مع ده الدكتور سيد الفي. أهلا بحضرتك وأهلا بالمستشار مؤمن عرفيلي والإخوة الزملاء والزميلة. أتشرف بالحضور معاكم علشان أول حاجة كلمتكم وكلمتوا عن الكورونا ونسيتوا حاجة مهمة جدا، نسيتوا المرأة من الكورونا. المرأة في كورونا في البيت كانت مهمشة من قبل الكورونا وهي خايفة وجات لها الكورونا وانا مش عارفة هي انثى ولا ذكر. كلمة الكورونا دي ليه؟ لان المرأة اساسا لما قال كورونا خافت على الزوج خافت على الاولاد ولكنها نسيت حاجة مهمة جدا ان الكورونا رجعت لها زوجها اللي كان ضايع منها اللي كان رايح منها مش عارفه هو رايح على فين. نصحى من الساعه 6 الصبح يجري هي مش عارفه. كل ما ترن عليه من التليفون مشغول مشغول مشغول. كل ما ترن عليه من التليفون مهم مساعد. مين دي؟ ده فين؟ فين؟ مين انا مسافر؟ انت عندهم يعني ولا؟ هي مش عارفه هو فين ولكن الكورونا عندهم الخطوره بتاع الكورونا رجعت في الكورونا فين الرجال هنا؟ محل التغير بالظبط انا عشانها اللي حصل في ارض عمليات سيئه
الحرب العالمية الثانية غيرت وجه العالم ما بعد الحرب العالمية الثانية اتفقنا قبل الحرب العالمية الثانية. يعني المشهد مرحلة جميلة جدا لمرحلة الحرب العالمية الثانية. وجه العالم ما بعد كورونا يختلف عن وجه العالم ما قبل كورونا. اقتصاديا، سياسيا، عسكريا، اخلاقيا، على المستوى الشخصي، على جميع المستويات. احنا لسه بنشهد بداية مرحلة التغيرات. احنا بقالنا لسه جايز يعني خلاص بقول كده بقالنا جايز الظروف اصعب بكتير من اللي راح. طب ما بينا فساد اقتصادي، فساد اقتصادي عالمي، فساد اقتصادي عالمي يعني الاتش دي اي على الاقل من 3 لـ 5 سنوات. كويس، الموضوع مش سهل. بصينا بقى استنى كده هنرفع من جوز على ايه؟ اشرح لكم ازاي تعمل ايه؟ ماشي مش انا ما عندي مشكله. يلا يا ولد. انتوا ناس كويسين ليه؟ دكتور محروس عامر هسلمه انا بقى بنفس الميدالية. ليه يعني تكريم تأخر كثيرا؟ ليه شغال قدامي؟ هيسلم الاستاذ عصام غنيم من الوضع. هيسلمك بقى. انت دكتور سيد. دكتور سيد العلم. دي اهم حاجه. صوره مع العلم. تعال يا دكتور معاهم بقى صوره جماعيه. الجنايات يعني كانت الحالتين جنايات. لا انا قصدي هو انا هو يا دكتور هو انا هو
انا مبسوط بكم جدا طبعا انا اصغر واحد في جروب 75 سنه وبوصلكم رسالة ان انا هعملها باذن الله تعالى انا عندي ضغط اقوى من صحتي كتير الدكتور ابراهيم فيه طبعا بوصل لنا هذا الكلام ضغط الانسان اقوى من جسم الانسان بنعمل شغل جميل مع الشبكه وعايزين نعمل في 18 دوله اللي هم بيقولوا عليها هيقولوا عليها يعني حقيقه هيتعمل تدريبات في جميع المجالات وخاصه في التنميه البشريه طبعا التدريب في التنميه البشريه خاصه في الارشاد الاسري مهتمين بيه والوضع العربي كله مهتم بيه هيحصل شغل جميل جدا جدا بالنسبه للدكتور ابراهيم الفقي كان المعاقين او اللي بيقولوا عليهم ذوات الاحتياجات الخاصه بيتعمل دور فطري وهياخدوا شهادات من المركز الكندي ومن الشبكه ببلاش وتعليم ببلاش سقفوني ايه الفلوس بقى دكتور ازاي حاجه زي ما بسيط الدكتور ابراهيم الفقي دكتور ايه ما عمره ما مات عايش في حارس يبص علينا مع ملائكه لا في غير ولا استكشف دي حاجه الحاجه الثانيه بنقول له شكرا امي كانت اسمها الحاجه عزيزه لذيذه الله يرحمها بنقول له شكرا يا ابن الحاجه عزيزه صوتك جاي من كل الدنيا كهربا ساريه في كل باريس كل الفكره